سيناريوهات ما بعد عبد المهدي ورحلة البحث عن البديل. يواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المزيد من العراقيل في طريق عمل حكومته التي لم تكتمل بعد، ناهيك عن ملف الوظائف الخاصة الذي يشهد صراعا عنيفا بين الكتل السياسية. عامل الوقت يلعب في غير مصلحة عبد المهدي، فتراكم المشاكل وتجدد الأزمات والاحتجاجات الشعبية التي خرجت على استمرار سوء وتدهور الأوضاع والخدمات في بعض محافظات الوسط والجنوب. ومع دخول العقوبات الأمريكية على إيران مرحلة جديدة من الصرامة، يزداد الضغط على حكومة عبد المهدي المطالبة بالحد من تأثيرات تلك العقوبات على الاقتصاد الوطني. مصادر تؤكد تخلي عبد المهدي عن رئاسة الحكومة أما بالإقالة أو الاستقالة من المنصب. هذا السيناريو سيعني دخول العراق في أزمة سياسية حادة، لأن التوافق على ما يخلف عبد المهدي سيكون أمرا بالغ الصعوبة، ناهيك عن التوافق على اقتسام حقائب الكابينة الوزارية التي سيوكل تشكيلها إلى أي رئيس وزراء قادم.